بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية تصريحي اليوم يتعلق بقضية مهمة، وأود أن أوضح بأن تصريحي بناء على توجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه فيما يتعلق في قضية البدون. أود أن أوضح الحقائق التالية. أولا، ملف الجنسية بشكل عام لا يمكن القبول في العبث في هذا الملف أو تركه مجالا لمادة للمساومات السياسية. هذه يعني حقيقة يجب أن يعرفها الجميع. ونقطة آخر السطر، الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجال للعبث ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية. النقطة الثانية فيما يتعلق في موضوع قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت، كما ذكرت سابقا في عدة لقاءات تلفزيونية بأن خلال الصيف سيكون هناك حل جذري إن شاء الله، وفعلا كان هناك العديد من التحركات تجري على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرصة نجاحها وللمحافظة عليها من يتحاول أن يسترزق أو يستعرض على هذا الملف. إنما أستطيع أن أقول لكم بأن إن شاء الله خلال الصيف سيكون هناك حل جذري وشامل وعادل لهذه القضية، لا يمس الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي بشكل كامل وجذري الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت. وسيبدأ بالتأكيد بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة، أما في بداية دور الانعقاد القادم أو نحتاج الأمر في دورة طارئة. لن أتحدث أو أكشف العديد من التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاط يجري حولها حوارات عديدة، في لقاءات نيابية حكومية عديدة، في لقاءات مع الأخوة في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وفي توجيه واضح من حضرة صاحب السمو بإنهاء هذا الملف، وإن شاء الله يعني ما ينتهي الصيف إلا هذا الملف منتهي بحل شامل وعادل. وأتمنى من جميع الأطراف إن شاء الله التعاون لتسكير هذا الملف. هذه مشكلة لم نصنعها نحن ولم تصنع في الجيل الحالي، إنما مشكلة ورثناها في جميع القطاعات، وإن شاء الله في هذا العهد سوف يتم حلها بشكل جذري. مشكورين.